السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لاند كروزر 2006 وارد خليجي. طبعا أنا والله ما حبيت أصور، لأنه سابق أنه أنا قد صورت عن طريق تنظيف البوابة تركيب البواجي، بس للأسف أنه في بعض الأحيان في أشياء تكون مثيرة والتصوير لابد منه. رجال الإشارة عنده يقول أنه تقطيعه، وبعض الأحيان الهواء يكون مرتفع شوي. طبعا لاحظوا الغريب والأدهى والأمر. أنا أول مرة أنا أشوف بوابة بهذا الشكل، كتلة ترسبات غير طبيعية. شوفوا أقرب التصوير شوي، لاحظوا كمية الترسبات وصاخ ما الله بها عليم، وأتوقع أنه ما قد سبق لها التنظيف. عشان كذا التكوين، التبخير والترسبات اللي جاي من المحرك أو من على الثلاجة دمر معه له لسان ومجرى البوابة. راح سوي تنظيف ونشوف بعد وقبل. شوف الآن التنظيف من أول، ما شاء الله تبارك الله، وهذه بشكل النهائي. بصراحة البوابة هذه يعني المفروض انها تحتاج الى صيانة دورية باستمرار، يعني 30,000 40,000 على حسب نوع السيارة وتبخيرها للزيت. اما الاهمال راح يسبب مشاكل في التشغيل، في استقرار الـ RPM، حتى في حركة السيارة وصرفية البنزين والاستهلاك.